مساء الخير ويلكم باك بماست كليدي تشانل. اهلا وسهلا فيكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وعافيه. رجعت لكم انا مريم اليوم بفيديو جديد لحتى نحكي فيه عن نكفي فيه حكي عن الاشكال الاجسام. بس سامحوني اذا كان صوتي اليوم كثير منيح لانه بتعرفوا بدا الشتاء وبدات امراض الحنجره. اليوم اذا ما كنتي لسه ما بتعرفي شو لاي شكل جسمك بينتمي، راح تلاقي بالدسكربشن رابط لفيديو بعلمكم فيه بطريقه كثير سهله تعرفوا لاي شكل بجسمكم بينتمي، وروابط لكل اشكال الاجسام مع كل الاوزان، وكمان روابط لنشوف فيديو في فيديوهات بتحكي عن المشاهير كيف بيختاروا لبسهم، كيف بيتبعوا النصايح اللي مناسبه لشكل جسمهم، كيف لما ما بيتبعوا بيطلعوا باطلالات كارثيه. اليوم راح نحكي ان شاء الله عن التفاحه، وتحديدا التفاحه مع وزن نحيف. خلونا نبدأ فورا. طبعا جسم التفاحة بيكون عندي عرض الأكتاف أعرض من الخصر، والخصر أعرض من الأرداف. الأكتاف والصدر هاي المنطقة أصلا عريضة، بس مع النحف صار عرضها رح يكون يعني وصل عرضها لعرض حلو، عرض مثالي. أنا ما رح ألعب بعرضها فوق، بس إذا حابين تعرفوا معلومات عن القسم اللي فوق من جسم التفاحة شو بضره شو بينفعه شو بيعرضه شو بينحفه، فيكم تشوفوا فيديو التفاحة الناصح. لانه انا اليوم رح اشتغل وركز بس على منطقة اللي تحت، هي منطقة الارداف، لانه هي نحيفة اصلا ومع النحف زاد نحفة كتير. فحتى اوصل على التوازن رح احاول اوصل لعرض ارداف قريب على عرض الاكتاف، يعني رح اشتغل على هاي المنطقة اعطيها شوية فوليوم شوية نصاحة لحتى اقدر يعني اعرضها شوي. خلينا نبدأ فورا مع المسموح لجسم التفاح النحيف. اي سكرت او تنورة، طبقات، كشاكش، كمان قصة الاي كات بسموها، اللي هي بتكون مو فوق مثلا تنزل شاشة بالعرض مثل حرف الاي بالانجليزي، فوق ضيقة او مو شرط تكون ضيقة ضيقة يعني، بس مهم بتكون فوق اضيق وبتنزل شوي شوي بالعرض لتحت، هاي بسموها الاي كات يعني مثل حرف الاي بالانجليزي. كمان كتير بتساعدني السكرت الكلوش كتير حلو، بتعطي فوليوم ومساحة لهي المنطقة. السكرتات يلي بتكون اكتر من طول من تحت كتير كمان حلوة وبتساعدني. قصة بسموها قصة السمكة سواء كانت طويلة او قصيرة بالتنورة كتير كمان بتساعدني وبتعطيني يعني فوليوم حلو من تحت. كمان البناطلين هاي القصات اللي المناسبة لجسم التفاح، هل هي مثل انكم ملاحظين هي القصات اللي مانا ضيقة ومانا ماسكة على قد الجسم. انا بنصحكم انه تاخذوا سكرين شوت، تاخذوا صورة للشاشة لهي الصورة تخلوها معاكم لما تنزلوا تتسوقوا، بتساعدكم كثير لحتى تعرفوا تختاروا القصات المناسبة لجسمكم، وهي القصات اللي بتعطي شوي يعني زيادة وزن للرجل، يعني بتبينها بتبينها انصح شوي ووزنها اكثر شوي. كمان مثل ما قلت هاي القصات اللي هون قصات حلوة كثير لإلكم. البلايزر او الجاكيت، اذا بدي البس بلايزر او جاكيت الطول المناسب لإلي هو الطول اللي بوصل لعند الارداف مثل اللي بالصورة، لا رح اروح على اطول ولا رح اروح على اقصر، لانه الاطول بينحف لي منطقة الارداف والاقصر بيزيد لي عرض منطقة البطن، فهذا هو الطول المناسب لجسمي. كمان الكمام يلي بيكونوا من تحت فيهم بكلوش، من تحت الكوع بيكونوا نازلين بكلوش، له قصات كثير وموديلات كثير هذا الكم، بس اي كم من تحت الكوع بينزل بكلوش هذا بيعطيني يعني فوليوم عند منطقه الارداف، مثل ما احنا شايفين لما بننزل ايدينا وهي المنطقه بيعطيها فوليوم حلو بيزيد عرضها بطريقه كثير كثير حلوه. الفساتين يلي بتضيق تحت لعند الصدر ضيقة ومن تحته بتنزل عريضة كمان على شكل حرف الـ A، كمان كتير كتير بتساعد انها تعطيني، هي خبت بطني لو كان عندي انا بطن بالتفاح الناصح، كان عندي بطن بتخبي له البطن، والتفاح النحيف ما بيكون في بطن بس بتعطي شوية عرض لمنطقة الارداف كتير كتير حلو. هي اي فستان بيكون ضيق لتحت لعند الصدر تحته بينزل بقى بعرض، هدول كتير كتير بيساعدوني. كمان بدي اقول انه اذا بدي استعمل اي شيء تطريز ستراس طبعات ماش يعني عليه رسمه ماش عليه شيء حركه، الافضل اني استعملها بالنص التحتاني بالبنطلون او التنوره عن اني استعملها بالنص الفوق بالتوب او الفستان من فوق، لانه هاي الشغله بتعطي وزن، فالاحسن انه انا احطها من تحت.
كمان بدي اقول انه الالوان الفاتحه تحت بتعطي نصاحه شوي حلوه الي، والالوان الغامقه دائما بجسم التفاحه نتبعها من فوق، يعني من فوق بتعطي شوي نحافه، الالوان الفاتحه من تحت كتير كتير حلوه بتعطيني شويه نصاحه. هلا شو الممنوعات لجسم التفاحه؟ عفوا، ممنوعات لجسم التفاحه هي التنوره اللي نازله بخط مستقيم بسموها بنسل سكيرت، اللي هي بتجي خط مستقيم ضيقه من فوق لتحت، هي بتنحف لي منطقه الارداف لهيك ما بعد عنها. البناطلين اللي سكيني، اي بنطلون ضيق ببين لي حجم رجلي مثل ما هي، بدي احاول بعد عنه. مثل ما فرجيتكم انا القصات الصح للبنطلون المناسب لنا، هي القصات اللي بتعطي شويه عرض للرجل، يعني ما بتكون لازقه فيها. الشوز، كل انواع الشوز لجسم التفاحه النحيف مسموح واوكي، ما عدا الشوزات اللي انا رح افرجيكم اياهم يلي هن هدول. اذا بتلاحظوا هدول دائما بيكونوا ضخمين او بيعطوا ضخامه للرجل للكعب. لما بعطي انا ضخامه لرجلي من تحت، بينت انا قديش رجلي مو فوق نحيفه. لما انا ضخم الكعب عندي رح دغري بان انه رجلي نحيفه كثير. فانا رح احاول ما اتبع هدول الموديلات، رح افرجيكم اياهم مره ثانيه، لانه هدول الموديلات حتى لو كانوا موضه انا ما بدي اياهم، لانه بينحفوا لي رجلي كتير كتير كتير، بضخموا الكعب من تحت وبيبين الباقي رجل قديش انا حيفة. فما رح يعني حاول انه اي شوز تاني غير هدول، اوكي هدول لا لا لا. هيك بنكون خلصنا اليوم جسم التفاحة النحيف، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تترددوا ابدا انكم تتركوا لي اي استفسار او سؤال بخانه التعليقات. اذا عجبكم الفيديو لايك وشير لحتى تعمل فائده. تواصلوا معي على انستغرام دائما، خصوصا التواصل الشخصي انا بفضل يكون على انستغرام. اعملوا سبسكرايب للقناه لحتى تدعموها، ولحتى نلتقي بفيديوهات جديده دائما. بشوفكم على خير ان شاء الله، باي.